ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ درس النهارده جميل قوي، اعرفكم ازاي نقدر نحول اي تكست او نص عندنا لشكل 3D كده، نقدر نستخدمه في التصاميم، في البانرات، في اللوحات الاعلانيه. انا عملت دلوقتي 4 اشكال مختلفه اوريها لكم. ده اول شكل عندنا، وده تاني شكل برضه عملته، وده تالت شكل برضه شكله جميل كده، وده الشكل الرابع. اقول لكم دلوقتي ازاي نقدر نجيب التصميم. اول حاجه نروح على اي متصفح عندنا وهنكتب في البحث هنا فري بيك، اظهر لنا فري بيك اهو. هاجي هنا في السيرش هكتب فونت ستايل 3D DSD علشان يفتح لنا اي حاجه بصيغه فوتوشوب مش بصيغه الالستريتور. طبعا هيظهر لنا اشكال مختلفه هنا جميله قوي. دي اي حاجه مكتوب عليها DSD فوق هنا، دي طبعا الفوتوشوب. في حاجات تانيه ممكن ما يبقاش مكتوب عليها، مثلا زي دي طبعا الالستريتور. نختار طبعا اي شكل يعجبنا، دي كلها اشكال موجوده هي جميله. هنختار مثلا وليكن الشكل ده جامب، هدوس هنا على داونلود، هيبدأ يحمل معانا دلوقتي. اول لما يحمل هدوس بقى فتح هنا، هنفتح المجلد اللي عندنا ده، ندوس عليه دبل كليك هيفتح لنا. دلوقتي طبعا هو كتب لنا كلمة جامبو هنا، احنا عايزين نغير كلمة جامبو ونكتبها للاسم طبعاً. هنعمل ايه؟ بيقول لك هنا ان انت هدوس هنا دبل كليك وغير النص الموجود عندك. هدوس هنا دلوقتي دبل كليك هيفتح لنا النص بتاعه هو. هنبدا دلوقتي هنجيب الهورايزن نغير النص اللي عندنا ده للاسم بتاعنا. هنغير بقى النص اللي عندنا لاي شكل من دول، وده كان مثلا اختار الفونت ده صغيره شويه. بعد ما اخترت النص اللي عندك وكل حاجه تمام، هنبدا نعمل ايه؟ هندوس كنترول اس او نيجي من قائمه فايل اختار سيف علشان نغير الاسم اللي احنا غيرناه القديم الاسم الجديد بتاعنا. هنيجي دلوقتي هنشوف اللي يتغير بالشكل الجميل اللي عندنا ده، وده طبعا نفس الطريقه تتطبق على اي نص من النصوص اللي احنا عملناها قبل كده. ونبدا ندوس على اللاير اللي عندنا دبل كليك هنا. وبس كان ده درس النهارده. لو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتضغط لايك، استنى الفيديوهات اللي جاية. أشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية.